العقوبات اللي تنجم تصير. اكثر تفاصيل ناخذوها. وسعيد جدا باستقبال مره ثانيه القاضي والاستاذ الجامعي السيد فريد بن شحا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بك. كيف المستمعين؟ شكرا ليك سي فريد. شفتك الحقيقه من اكثر الناس اللي كنت حكيت على التيك توك بالاخص، وصرحت في اكثر من فرصه على الجرائم اللي قاعده تصير في تيك توك. عندك ايام المتابعين نتاعك يعرفوا اللي عندك ايام، وانت صرحت في وسائل الاعلام. اليوم شفنا عندنا 23 ساعه تقريبا من اللي شفنا بلاغ من وزاره العدل حول المحتوى المتعارض مع الاداب، وفما زاد عقوبات نجم تصير. هات خلينا نقدموا للمستمعين مستمعين وقتاش يولي المحتوى مخل بالاخلاق الحميده. شوفوا، حسب البلاغ اللي هبط على وزاره العدل شير فيه الى مجموعه من المحتويات اللي برزت في الفتره الاخيره، وفيها جمله من التلميحات او الايحاءات الجنسيه كانت نجم معناها فيها اشاره واضحه الى المساس بالاخلاق الحميده. صحيح. دونك هذا احنا حكينا في ديفولي. فما فولي الاولاني كونسيرنون الكومينيكي تاع وزاره اللي هو بين اللي هو يتعلق بواقع صار في الفتره السابقه، يتعلق بقيام مجموعه من التونسيين والتونسيات على مواقع التيك توك والانستغرام الاساءه الى الاخلاق الحميده بكسوسات باشارات او بملابس او بايحاءات جنسيه. لان جل التونسيين متفقين اللي هذه معناها التصرفات معناها تختلف مع المعهود ومع النمط المجتمعي في بلادنا. داير برشا كانوا شوكي ما يحصل، كانت برشا دعوات معناها نتصور انه معناها بلاغ وزاره العدل كان استجابه الى دعوات عديد التونسيين اللي ناداوا بالتصدي لهذه الظاهره. صحيح. نجي نقول الفولي الثاني راهو تعريف الاداب العام والاخلاق الحميده نتفق مع العديدين انه ليس بالامر سهل، وما يعتبر في جهه اخلاق حميده راهو من الجنب في جهه اخرى يعتبر على حاجه مسموح بها. وعلى برشا قرارات في المجتمع التونسي في جهات معينه فيها مساس بالاخلاق، في جهات اخرى هي ما فيهاش حتى مساس. ايوه. دونك المسائل هذه نجم تكون مدخل للتضييق من الحريات. وهذاك علاش الدستور نتاع 2022 كان معناها جاب امر جيد، انه هو اعتبر ان التضييق من الحريات ما ينجمش يكون على اساس الاداب العامه كما كان في سنه 2014. دونك تو الدستور 2022 يعتبر من موجبات التقييد على الحريات حقوق الغير. ولنا نستمع الناس الكل انه ما يحصل في التيك توك لانه يعني مش في مواقع مغلقه، هي مواقع مفتوحه. ايوه. في اعتداء على حريات الغير. يعني كي تدخل لي لداري تليفوني من صغاري وتوري اشكال تاع رداءة وبذاءة. صحيح. لا اعتداء على حقوق الخير. دونك هذا ينجم يكون من بين معناها موجبات التتبع الجزائي. زيد على ذلك القاضي الجزائي اليوم عنده نصوص يطبقها. وطونك الفصل 226 المكرر من المجله الجزائيه ما زال موجود ينص انه من يعتدي علنا على الاخلاق الحميده او يدعو عبر تسجيلات الكترونيه او سمعيه او بصريه الى وجود فرصه لوجود فسوق معين، لانه هذا يعاقب عليه الفصل 26 مكرر بالعقوبات التي توصل 16 سجن. ولا قاعد رائج اليوم نحكي على طيب الفتره السابقه هو تسجيلات الكترونيه سمعيه بصريه، ففرصه وكانه معناها عرض نساء نفسها على الفجور. غادي تجرموا المجال الجزائي. زيد المرسوم نتاع 54 المرسوم 54 ينص ان كل محتوى فيه استعمال اطفال في ايحاءات جنسيه او غيره يعاقب بالسجن مده سنوات، ست سنوات سجن. ست سنوات كان اكثر واضح في التجريم لانه اعتمد عبارات واضحه انه كل محتوى معلوماتي يقع فيه معناها عرض اطفال في معناها ايحاءات جنسيه يتعاقب ست سنوات سجن. دونك فرصه اليوم للمشرع انه يحاول بالنسبه لغير القصر انه ينسج على المرسوم 54 ويجرم بصفه صريحه انه كل محتوى اباحي معناها يتم في وسائل التواصل الاجتماعي يقع معاقبته بعقوبات تصل الى كذا. في غير ذلك فان المجله الجزائيه بالمرصاد للتصرفات هذه في الفضاء الافتراضي.
فوالا، يعني اليوم خلينا نطمنوا التوانسه الكل بالحق، على خاطر ولا يقلق برشا وبرشا ناس خافت على صغيراتها بالاخص على التيك توك نحكيو، من التيك توك عفوا نحكيو، على خاطر ولينا نشوفوا في ازمه اخلاقيه كبيره وكبيره برشا وماشيه، والظاهره هذه قاعده وتزيد. اليوم اي حد باش يعمل تجاوز كما قالوا الاستاذ يعني باش يناديوا له باش ياخذ معاه الاجراءات اللازمه. بطبيعه الحال النيابه العموميه باش تتحرك قدرتها استناد من الامر الصادر الان عن وزيره العدل، يعني السيده وزيره العدل بامكانها تبقى الفصل 23 من مجله الاجراءات الجزائيه انها تطلب من النيابه العموميه اثاره الدعوه العموميه في خصوص كل جريمه توصل لها بها العلم، يعني تسمع باي جريمه ارتكبت في اي جهه من الجهات وصفها رئيس النيابه العموميه نجم تطلب من الوكيل العام انه يثير الدعوه بنفسه او بواسطه وكيل الجمهوريه ويثير الدعوه العموميه. دونك لان النيابه العموميه باش تعاين المواقع هذه وباش يقع استدعاء الاشخاص هذم لسماحهم واثاره الدعوه العموميه في شانهم اذا كانوا قاتلين خارج التراب التونسي، فما اجراءات تاع تسليم مجرمين فيقع اتباعها في شانهم. واضح جدا، يعطيك الصحة اللي قدمت لنا ووضحت لنا تفاصيل هذه الكل. الحقيقة برشا مستمعين طلبوا أنه نوضحوا الحكاية. شكرا ليك القاضي والأستاذ الجامعي، شكرا ليها سيد فريد بن شحا. نجم نطمنوكم التوانسة اللي قاعدين بالحق تسمعوا فينا الكليكا، واللي في المدة الأخيرة كنا حكينا نهار السبت، من بعد نهار السبت برشا كلموني قالوا لي بالحق يعطيكم الصحة اللي طرحتوا الموضوع في الإعلام، ما شفتوش كان في كابا فيم، شفتوا في عديد من وسائل الإعلام الأخرى السمعية البصرية زادة تحكي بالأخص الإذاعات. بالحق برشا ناس قامت وقعدت وقالت ليه لازمنا احنا نرجعوا لدورنا كإعلام، اللي دورنا هذا دورنا لازمنا نشوفوا حل للظواهر اللي قاعدة تمس في صغيراتنا هذية. الحقيقة أنا قلبي وجعني برشا برشا برشا، علاش؟ على خاطر ديما احنا ناخذوا الحاجة بالغلط، ديما نستعملوا التكنولوجيا بالغلط. كانت ناس تخدم بيه تيك توك في حاجة هادفة، تعرف كيفاش تخدم بلادها، كيفاش تروج المنتوج نتاعها، كيفاش كيفاش كيفاش. نجيو احنا نوليو تونس منعوتين بالصباع بين البلدان ونقرجوا في قرارات كما هذه، واللي يعمل هكا شي تعاقب هكا راه ما يجيش، راه بالحق ما يجيش. سيدي احنا مصين معاكم المشوار، خليكم في الاستماع.